وبينما تواصل قوات الاحتلال محاولاتها للتوغل بريا في بلدات وقرى الجنوب اللبناني، أعلن حزب الله أنه قد تصدى لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية عند الحدود. وأوضح الحزب أن عناصره تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود الاحتلال، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدة الحدودية. كما أكد الحزب أن عناصره استهدفت قوة إسرائيلية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية لدى محاولتها التقدم باتجاه منطقة اللبونة الحدودية في جنوب غرب البلاد. في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده بجراح خطيرة خلال 24 ساعة الماضية في المعارك الدائرة جنوب لبنان.